بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معشر المشاهدين والمشاهدات. في هذه الحلقة نذكر بعض المواقف لسيدنا زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزيد بن حارثة ممن اختارهم الله لصحبة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد ولد في بادية جزيرة العرب في بني كلب بن وبرة بن إلحاف بن قضاعة لأبيه حارثة بن شراحيل، واختطفته خيل من العرب فجاءت به إلى مكة وباعوه عبدا، فاشترته خديجة أم المؤمنين وأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرباه أحسن تربية وأحسن إليه إحسانا نوه الله به في كتابه، كما قال الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن إليه وجعله بمثابة ولده، فرباه أحسن تربية على الصدق والأمانة والعفاف والزهد في الدنيا وعلى خدمة الناس. فتربى زيد في بيت النبوة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين خديجة بنت خويلد، وعاش مع أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته، فتعلم السلوك الطيب والهدي الحسن. وعندما أنزل الله الوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كان زيد من المبادرين إلى تصديقه واتباعه. وفي هذه الأثناء كان أبوه قد حزن حزنا شديدا عليه، و ضرب في أطراف جزيرة العرب يبحث عنه حتى دل عليه، وكان من حزنه عليه يقول أشعارا كثيرة، فيقول: أسفت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل. فعلم أنه بمكة، فجاء هو وعمه هو وأخوه إلى مكة، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه أن يبيعهما زيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نخيره، إن شاء ذهب معكما وإن شاء بقي عندي. فجاءوا إلى زيد فعرف أباه وعمه وتذكر حياة أهله، ولا شك أن هذا الموقف مؤثر لمن ذهب وهو طفل صغير عن أبويه وبيع وجلب على أنه عبد، فلا شك أنه يتأثر كثيرا إذا رأى أبويه لأول وهلة، وإذا رأى أباه وعمه وهما يريدان الذهاب به إلى أمه وأهل بيته. لكن زيدا كان أكبر من ذلك، فلم يكن يتأثر بهذه المواقف العابرة ولا بهذه العاطفة المتعلقة بأمر الجاهلية. فلما جاء معهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: هذا أبوك وعمك. قال: أجل. قال: إنهما يطلبان ذهابك معهما، وأنا أخيرك، إن شئت بقيت معي مكرما وإن شئت ذهبت معهما. فقال زيد: والله لا أعدل بك أحدا. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك مفاجأة لأبيه وعمه، فظن أنه مسحور وتعجب من ذلك. فأخبرهما زيد أنه آمن وصدق، وأنه يصدق هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي به من عند الله. فأسلم حارثة ورجع إلى أهله. وهنا كان من بركة زيد وصدقه أن الله هدى أباه إلى الإسلام، وكان بيته بيت صحابة، فحارثة صحابي وزيد صحابي وأسامة صحابي ومحمد وأسامة صحابي، فهم أربعة صحابة بعضهم من بعض. وعندما اتخذ زيد هذا الموقف الكريم الوفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم المؤثر أن اختاره على أبيه وأمه، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكافأته بأمر كان أهل الجاهلية يفعلونه، وهو أن يتبناه. فذهب به إلى البيت العتيق ووقف به على نادي قريش، فأشهدهم جميعا أن زيدا ابنه، وأنه يرث، أن كل واحد منهما يرث الآخر، وأنه ابن كامل البنوة له، وكان يعامله معاملة الأبناء. فصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذه الفترة بمكة وهي 13 سنة بعد البعثة، ثم بعد ذلك هاجر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكان في من أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل بيته مع بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سودة بنت زمعة أم المؤمنين التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. فكان زيد يقوم بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره، وكان أحب الناس إليه، وخصه الله بخاصية عظيمة في القرآن، وهي أن الله لم يسمي أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه في القرآن غير زيد، فقد ذكر الله اسمه الصريح فقال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكان من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة أنه زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش التي آمنت وهاجرت مع أسرتها آل جحش، فقد آمنت زينب وأختاها وإخوتها الثلاثة بمكة في أول المسلمين. فخرج عبيد الله بن جحش بزوجته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان في الهجرة إلى الحبشة، وخرج عبد الله مع زوجته زينب بنت خزيمة وأخيه أبي أحمد وكان ضريرا أعمى، وبأخته زينب وأخته الأخرى كذلك وهي حبيبته. فخرج بهم عبد الله إلى المدينة مهاجرا، وقد كانت زينب من خيرة المهاجرات إلى المدينة، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجها لزيد بن حارثة، وزوجها وفاء لزيد، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنيابة عنه، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يوافق بين قلبيهما، فلم يشعر أي واحد منهما بأن الثاني زوجه. فكان زيد يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زينب لا توافقه وأنه لم يقتنع بهذا الزواج ويريد الانفصال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله. ومع ذلك أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي أن زينب بنت جحش هي من أمهات المؤمنين وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست زوجة زيد، فطلقها زيد فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة أم أيمن، وهي مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته بعد وفاة أمه، فكانت امرأة صالحة مهذبة، وكان زيد شديد البياض، وكانت بركة أم أيمن شديدة السواد، وكانت بركة من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان برا بها لأنه يعتبرها أما بعد أمه، فقد كانت مع آمنة بنت وهب في سفرها الذي ماتت فيه بالأبواء، وهي التي رجعت برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد المطلب، وكانت حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أوائل من صدقه وآمن به، وكانت امرأة صالحة تفكيرها من تفكير العظماء الكبار، فاختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا لزيد وفاء له وإحسانا إليه، ورزقه الله منها أسامة بن زيد الحب بن الحب، فكان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب لا يستطيع أحد من الناس أن يكلمه ولا أن يقف لغضبه غير أسامة بن زيد، فكان يكلمه فيجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال غضبه، وكان الناس يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب لا يقف لغضبه شيء ولا يستطيع أحد أن يكلمه، ولا يغضب إلا لسخط الله عندما تنتهك حرمات الله، ولم يكن ينتصر لنفسه، لكن كان الناس يهابونه هيبة شديدة فلا يستطيعون كلامه إذا غضب، فكان أسامة لأثارته عنده ومحبته له يستطيع أن يكلمه في حال غضبه ويتوسط إليه في الأمور، وكان الناس يلجؤون إليه في الوساطات، إذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد منهم فأراد التوبة يأتي بأسامة يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حتى إن قريشا لما أهمهم أمر المخزومية التي سرقت وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها، بحثوا من يستطيع أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فلم يجدوا غير أسامة، فجاءه فكلمه فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك حتى عرف أسامة أنه لا يشفعه في هذا الأمر. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها خطبته المشهورة التي قال فيها: إن بني إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم القوي تركوه، وأي بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وحينئذ قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد المخزومية. وكان زيد سعيدا بهذا الزواج بحاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن، وكانت أكبر من زيد ولها قبله ذرية، فهي أم أيمن، وأيمن بن أبي أيمن ابنها من الشهداء ومن الصحابة المعروفين والشجعان. وكان زيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل غزواته، حتى بعثه أميرا على جيش إلى مؤتة، وهو أول جيش يغزو خارج الجزيرة العربية، أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلاد مؤتة من بلاد الشام، وأمر على هذا الجيش زيد بن حارثة، اختاره لذلك، وبين لهم أنه إن قتل فأميرهم جعفر بن أبي طالب، فإن قتل فأميرهم عبد الله بن رواحة، فإن قتل فليتفق المسلمون على رجل منهم. وكان تعداد هذا الجيش 3000، وهو أكبر بعث يخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختار له هذا الأمير الكريم وهو زيد بن حارثة. وكان زيد كريما في تصرفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خدمته له، وكان يبادر لأوامره ككل أصحابه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعهد إليه بالمشكلات الشاقة. وعندما أرسله إلى مكة بعد الصلح ليأتي بآل حمزة بن عبد المطلب بعد أن استشهد حمزة يوم أحد، جاء زيد بابنة حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختصم فيها بعد ذلك زيد وجعفر وعلي. فبين زيد أنه هو الذي جاء بها، وبين علي أنها ابنة عمه، وبين جعفر أنها ابنة عمه، وأن زوجه خالتها، فهي أمها أسماء بنت عميس وزوجة جعفر، أمها سلمى بنت عميس وزوجة جعفر أسماء بنت عميس. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر، فهو الذي رباها في بيته، ورضي بذلك زيد وعلي. وكان زيد يعد مع علي بن أبي طالب في ذلك الوقت حتى استشهد في غزوة مؤتة. وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على استشهاده، وقد أخبره جبريل باستشهاد هؤلاء 3 الكرام الأمراء، وأخبر أهلهم بذلك في المدينة قبل أن يأتيهم الخبر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيا لزيد في أهله، فقد أحب ابنه أسامة وقدره وزوجه وأمره، فكان آخر أمير يؤمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على البعث الذي عسكروا خارج المدينة حتى توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم. وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته بإنفاذ بعث أسامة، وقيل له إن المنافقين يتكلمون في إمارته، فقال: إن تكلموا في إمرته لقد تكلموا في إمرة أبيه قبله. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل أسامة وأنه يحبه. وعمر أسامة إذاك 17 سنة، وقد ولد له محمد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان معدودا في الصحابة. وشارك أسامة في غزوات من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحضر معه حجة الوداع، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يردفه وراءه على الناقة ويقربه ويدنيه. وكان أسامة شديد السواد، وكان زيد شديد البياض، وكان ينامان في حياة زيد ينامان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلبسان كساء واحدا. فكان المنافقون يطعنون في نسب أسامة ويقولون: كيف يكون ابن زيد وزيد أبيض شديد البياض وأسامة أسود؟ حتى جاء رجل
من بني مدلج اسمه مجزز، وكان من القافة أي الذين يعرفون الأثر في الجاهلية. فجاء فوجد زيدا وأسامة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبسا كساء غطيا رؤوسهما وبدت أرجلهما، فنظر إلى الأقدام فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك سرورا شديدا، فدخل على عائشة تبرق أسرة وجهه من السرور. فقلت ما الذي يسرك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال أما علمت أن مجززا المدلجية دخل على زيد وأسامة وقد لبسا كساء غطيا رؤوسهما وبدت أرجلهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وفي ذلك إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم للقيافة، ولم يكن يشك في نسب أسامة بل هو يثبته، ولكن هذا كان من الرد على المنافقين بأمر يوقنون به ويعرفونه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر زيدا بخير دائما ويثني عليه، وكذلك يثني على أسامة ويستغفر له، وقد كان أسامة من الشجعان، وقد نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل من شهد شهادة لا إله إلا الله، وقد حصلت منه بادرة أن رجلا من العرب كان معروفا بالشجاعة قاتل رجالا من الصحابة فقتل فيهم حتى أنكى فيهم، فرفع أسامة السيف فوق رأسه يريد قتله، فقال الرجل لا إله إلا الله عائذا بها من السيف فقتله أسامة. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يرددها، وأسامة يقول يا رسول الله استغفر لي فإنه ما قالها إلا عائدا من السيف، فقال هل لا شققت عن قلبه؟ وأسامة لم يكن يشارك في القتال بين المسلمين، ولذلك اعتزل القتال في أيام علي رضي الله عنه، واقتدى به سعد بن أبي وقاص فقال وأنا والله لا أقاتل حتى أرى ذا البطين مقاتلا، ويقصد بذي البطين أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأرضاهما، وحشرنا وإياهما تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم.